بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معاكم مروة حماد والمطبخ لعبتي. النهاردة هقدم فكرة بسيطة جدا جدا. لما يكون عندي كوباية قليلة قوي، قصدي كمية قليلة قوي من الكريمة، عايزة تضربيها كويس ومش هتنفع في الإناء بتاع المضرب خالص، عشان هتبقى مش هتوصلها أصلا المضرب. هنعمل إيه؟ هتاخدي حاجة أقل في الحجم، هتكون أرفع لكن يكون يقدر السلك بتاع المضرب يدخل جواها بسهوله، وتحطيها هي جوه الوعاء بتاع الضرب. طب ليه احطها؟ انا هحطها دلوقتي عشان اقدر اعمل حاجه تانية وانا موجوده، واثبت المضرب. لما بيتثبت بيعمل نتيجه افضل. طيب ادي معانا بس فقط هي ربع كوبايه كريم شانتيه والميه المتلجه على قدها. بسم الله الرحمن الرحيم، نثبت المضرب بسم الله، ونشغله الاول على سرعه عاليه، وبعد كده اعلي السرعه زي ما يعني. طيب انا هضربهم وارجع لكم. خلاص خلصنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الكمية القليلة دي مكنتيش هتعرفي تعمليها في المضرب هنا خالص. وبعدين الكريمة ما شاء الله متماسكة جدا، فظيعة يعني، ومظبوطة معاكي. في الوقت دوت انت ممكن تعملي اي حاجة تانية، وبرضو استفدتي ان انت اي كمية قليلة، عرفتي الفكرة، انك هتحطيها في وعاء اقل ويبقى الف هنا.